بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هم حزب الله؟ يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله إلى آخر الآية. أولا، ينبغي أن نأخذ فكرة عن الولاء. الولاء الطاعة، والولاء النصرة. فمن تولى غير الله بالطاعة والتبعية فقد صار عبدا لغير الله وصار مشركا. من استنصر بغير الله فقد صار مشركا، يعني استحل ذلك. أما إذا كان وقع في ضيق وطلب المساعدة من أي إنسان كافر أو كذا ما في بأس، ولكن لا يعلم أن هذا الكافر هو الذي ينقذه الله، يسخر له أو لا يسخر، إنما هو يطلب من الله النصر ويدعوه بالنصر، فهذا المؤمن بالله. أما غير المؤمن بالله يتولى الكافر ليتسلط على معه على مؤمن آخر، فهذا ليس بمؤمن. إذن إنما وليكم الذي تتولونه بالطاعة والنصرة فتنصرون دينه وهو ينصركم إذا ثبتتم على الحق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. تتولون الله بالطاعة، تتولون رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والنصرة تنصرون دينه، والذين آمنوا تتولونهم فتنصرونهم، لا تقتلونهم، تولونهم بالنصر. هذا هو المنهج الذي بيّنه الله تبارك وتعالى، وبيّن صفات هؤلاء الذين هم حزب الله والذين هم ينتسبون إلى الله حقيقة. أما الذين ينتسبون إلى الله كذبا فهم كثر، كل يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بوصله. يقول الوصف الأول الذي وصف الله تبارك وتعالى به هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يتولون الله ورسوله بالطاعة، الوصف الأول الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة أي بإخلاص وتواضع ومعرفة، عندما يقولون الحمد لله يستشعرون بعظمة الله وأنه متصف بكل صفة كمال منزه عن كل صفة نقص. عندما يقول رب العالمين رب الكائنات كلها مو ربهم وحدهم، الرحمن الرحيم إلى آخر ما نقرأه في سورة الفاتحة. فإذا كنا نصلي بإخلاص سينتج من صلاتنا إنسانا فاضلا طيبا في المجتمع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أما إذا كنا نصلي بكيفية خاصة أو بكيفية غير خاصة مثل بقية المسلمين ثم نخرج من الصلاة فنستبيح دماء المسلمين، فينبغي أن نعلم أنه عندما يأتي ملك الموت وينقلنا إلى ربنا تبارك وتعالى سيأتي الملائكة في القبر يسألوننا فيرون أن ربنا غير الله، نسأل الله العافية. الوصف الثاني ويؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة أي يدفعون حق الفقير، وقد بيّنت النصوص النبوية الصحيحة أن الزكاة ليس الخمس، وإنما الخمس في الركاز والمعادن والبترول، هذا خمسها للفقراء. أما الزكاة في 102.5 تقريبا بالأموال وما يعادلها بالثروات الأخرى، الثروة النباتية أو الثروة الحيوانية مع الثروة النباتية، الثروة النباتية فيها العشر أو نصف العشر حسب السبع. هذا ما دلت عليه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل السنة والجماعة يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت بشكل صحيح؟ ما بيأخذوا بالعاطفة، والله هذا رواه فلان أو هذا رواه علان، والله هذا جماعة مننا وفينا بحب الله والرسول. لا، عبد الله بن سبأ اليهودي يزعم أنه يحب الله والرسول ودخل في دين الإسلام لا لأنه يريد طاعة الله ورسوله والاستسلام للحق، إنما ليفسد بعض الناس ويأخذهم من حب الله ورسوله إلى الخروج عن الإسلام، ولذلك سمي أتباعه بالسبائية ونتج عنه مجموعات كثيرة
يزعمون أنهم يعتقدون الإسلام وربما خرج بعضهم عن الإسلام. الوصف الثالث وهم راكعون، يؤتون الزكاة وهم راكعون. معنى الركوع الخضوع، وهم راكعون أي خاضعون لله مطيعون خاشعون. لا يدفعون الزكاة من أجل أن يقال عنهم كريم، لا يدفع الزكاة من أجل أن يصوروا أنه متبرع محسن، لا، يدفع الزكاة أنها حق للفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا صفاتهم ثلاث، الصفة الأولى يقيمون الصلاة، الصفة الثانية يؤتون الزكاة، الصفة الثالثة وهم راكعون أي خاشعون لله. ثم يقول الله تبارك وتعالى كقاعدة تبين من هم حسب الله، هؤلاء المتصفون بالصفات الثلاثة هم الذين يتولون الله ورسوله والمؤمنين. فيقول سبحانه ومن يتولى الله، يعني بالطاعة والتبعية، ورسوله بالطاعة والتبعية، والذين آمنوا بالتبعية، مطيع المؤمنين إلا في الإجماع، هذا مكان التفصيل في الأحكام الشرعية، والذين آمنوا أي يطيعون أي يتولون الذين آمنوا المجتمع المؤمن يحافظون عليه. أما إذا كانوا بدل التولي الذين آمنوا يقتلون الذين آمنوا فخرجوا عن حزب الله وخرجوا عن الإسلام. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هذا ما سماه الله حزب الله. ومن كان على غير هذا النهج بنص القرآن، لا منجيب شيء من بيت أبونا، من كان على غير هذا النهج فليعلم أنه ليس من حزب الله، إنما هو من حزب الشيطان. عبد الله بن سبأ اليهودي رضي الله عنه، هذا كان يهودي قبل أن يسلم، عندما دخل في الإسلام رضي الله عنه قال يا رسول الله إن قومنا أي اليهود هجرونا، يعني ما يعتبروا منهم، فأنزل الله قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أصبح من حزب الله وخرج من حزب الشيطان، خرج من حزب الجاهلية الذين يطيعون غير الله. فلذلك أيها الإخوة ندعو الناس جميعا إلى هذا الدين الحق الذي يوحد ويفرد الله تبارك وتعالى بالتبعية والطاعة، فلا يكون له تبعية ولا طاعة لا لأذناب اليهود ولا لغيرهم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.